البيبسي. البيبسي إدمان بسبب السكر ومادة الكولا اللي موجودة فيه. اسأله مجرب ولا تسأل طبيب. أنا كنت مدمنة زمان في المشروبات الغازية، كنت أكتر حاجة أحبها هو البيبسي. ده قبل 6 سنين يعني. قبل ما أجاوب على تعليق القمر، أحب أقول لكل الناس اللي بتتابعني اللي بيحبوني، أنا بحبكم قوي، وبقول لكم أنا عاملة الصفحة دي هنا وعلى قناة اليوتيوب. بحب أنشر الحاجات اللي بتبسطني. أنا طول الوقت بشوف إيه اللي يبسطني ويخليني أبقى سعيدة وبعمله. الحاجة اللي توترني ببعد عنها. فأنا 10 أغاني، أما شيرش أغاني، أفلام، اللي أنا عايزة أشيره هشيره، ما فيهاش مشكلة يعني. وأنا بالنسبة لي مش فارق معايا عدد المتابعين عندي يبقى كام، أو عدد المشتركين على اليوتيوب كام، خالص الحمد لله. أنا مش محتاجة حاجة خالص من حد، بفضل ربنا طبعا، والحمد والشكر لله. فأنا بحب الأغاني، وكنت زمان وأنا صغيرة بكتب أغاني عبد الحليم حافظ، و بحب الأغاني. فأنا بعمل اللي أنا بحبه، وانا احب ابسط نفسي وبشاركه معايا. اللي عايز يتبسط معايا انا مثلا باختصار، واللي مش عايز براحته. نشوف بقى الخطة اللي هنعملها للقمر. استمري يا نادية وانا معاكي بشجعك، ويا رب. انا ناوية اعمل رجيم، نفسي اطبق صيام متقطع وامشي اترك البيبسي. هنمسك في البيبسي، سيبك من كلمة رجيم دي. كلمة رجيم دي انا عملتها كتير، واللقيمات ومش اللقيمات، وامنع مش عارفة ايه، كنت برجع ادخل تاني. الحاجة الوحيدة اللي خلتني الحمد لله اخس وما تخنش تاني هو الصيام المتقطع، لانه اسلوب حياة صح. هو مش رجيم ولا اي حاجة، هو انا باكل في خلال 6 ساعات الحمد لله. فهنيجي اهم حاجة بقى، البيبسي. مادة الكولا والسكر ادمان، السكر في حد ذاته ادمان. ما تبطليش البيبسي مرة واحدة، هتخشي في حالة اكتئاب شديدة، وهترجعي تاني تشربي اكتر من الاول. احنا نعمل ايه؟ انت بتشربي البيبسي، اشربي بق وجيبي طبق فيه معالق من عندك، او حاجة فضة عايزة تلمعيها، او اي حاجة عايزة تلمعيها حطيها في الطبق ده او في الجردل، اي حاجة يعني. اشربي بق ودلقي هنا بق، بس بالتدريج، واحدة واحدة. قللي السكر او قللي البيبسي بالتدريج. انت ما تجلديش نفسك او تأنبي. انت الاكتئاب اللي عندك ده بسبب تأنيبك لنفسك وجلد الذات، ده من أسوأ انواع الاكتئاب. لانك انت عارفه ان انت بتعملي حاجه غلط ومستمره تعمليها مش قادره تبطليها. ماشي، ما تبطليهاش مره واحده، بالتدريج واحده واحده، بالتدريج واحده واحده. الصيام المتقطع بالتدريج، كل يوم تأجلي فطارك. لو بتفطري مثلا الساعه 10 افطري 11، تفطري تاني يوم 11:30 12. ولو انت ماشيه في الصيام المتقطع وحصلت لك انتكاسه ورجعتي قمتي من النوم جعانه، لان عقلك الباطن مش هيسيبك، انا بكلمك جد، هيفضل، او جسمك مش هيسيبك، بس الدرجه ان هو مش هيسيبك فيها وانت بتخدعيه، غير لما تيجي مره واحده تقطعي. احنا لازم نخدع جسمنا ونخدع عقلنا الباطن. بالطريقة دي هتخلي الانتكاسات قليلة وبعيدة. قليل قوي لو صحيتي من النوم لقيتي نفسك جعانة، ما تاكليش، اشربي شاي اخضر، اشربي. طبعا لازم نشرب مية اول ما نصحى، لازم، عندنا فيتامينات وفيتامين بي 12 في الفم، لازم نشرب مية، ونكون غاسلين سبعة سناننا بالليل. وبعد كده اشربي بقى، بتحبي قهوة، بتحبي تشربي شاي اخضر. حتى لو انت ما بتقدريش تشربي القهوة من غير سكر، اشربي بق صغير من غير سكر. يعني السكر لا، عشان احنا عايزين هرمون النمو. بالتدريج كده هتلاقي نفسك واحدة واحدة. تعملي ايه تاني؟ لازم تتعرضي للشمس، لازم فيتامين د، وفيتامين د موجود في الشمس. هتقولي لي الدنيا حر، وانا في السعودية والدنيا حر. لا حبيبتي، الصبح بدري قوي الدنيا مش حر، يعني يا اما الصبح بدري قوي او بعد الساعة 5 مثلا او 4، اقعدي 10 دقايق كده تفلي في الشمس بظهرك، خلي الشمس تيجي على فروة راسك،
وما تديش وشك للشمس، لان احنا عايزين من الشمس فيتامين د، والدوبامين بيعلى من اشعه الشمس. اشعه الشمس بتطهر هدومنا، بتطهر جسمنا. كانوا زمان الناس بيطلعوا المراتب والمخدات وكل حاجه في الشمس، ينشروها في الشمس. فلو انت ما كتبتليش وزنك كام، لو انت عايزه تخسي هتعملي الحاجات اللي قلت لك عليها، لو مش عايزه تخسي هتاخدي قطعه زبده طبيعيه 100% بعد ما تشربي الميه. كويس. ايه تاني؟ لازم تتمشي. هتقولي لي في السعوديه ما فيش مشي، انا عارفه ما فيش مشي، امشي في البيت يا حبيبتي، اطلعي وانزلي، امشي على كعب رجلك، امشي على مشط رجلك، غيري الاوضه بتاعتك، روحي اوضه تانية، او غيري نظام الاوضه بتاعتك. ما غيرتيش نظام الاوضه، نامي بدل ما تنامي من الناحيه دي نامي الناحيه، اعكسي، اعملي تغييرات بسيطه. التغييرات البسيطه دي هتنفعك، هتصحي الصبح من النوم تقولي، هتستغربي ان انت غيرتي الاوضه او غيرتي السرير او غيرتي النومه، فتقولي عشان انا بتغير. حطي صورة لنفسك الجميلة اللي انت عايزاها، انت عندك 38 سنة، حطي صورة اللي انت عايزاها، دي اللي هتبقى معاكي لغاية ما يبقى عندك 70 80 سنة. ابدأي اعملي مساج بالراحة، اعملي تصريف لمفاوي، خشي بصوابعك جوه العظم، اعملي الحاجات اللي بتبسطك اللي هي تفيد صحتك، واللي بتضرك اعمليها برضو بس قلليها بالتدريج عشان ما يحصلش انتكاسات قوية. يعني زي ما شرحت لك ان احنا لما بنخدع عقلنا وبنخدع جسمنا بننجح، والانتكاسات بتبقى ضعيفة قوي، او العقل الباطن يقولك انت جعانة، انت عايز يرجعك. يعني مش بقولك روحي الجيم ولا اعملي رياضة، لكن على الاقل تنططي، تعرفي تتنططي، تعملي استرتشيه، ترفعي ايدك لفوق ونزليها، اعملي مساج لفروة راسك، لرجليك، القدم مهم قوي، نعمل مساج للقدم ده مهم قوي، وبين الصوابع كده وفرك الصوابع وصوابع الايد. اعملي، هتلاقي نفسك ما عندكيش وقت تفتكري البيبسي، فاهماني؟ مش عارفه اقول لك ايه تاني. على العموم برضو لو عايزه تعرفي اكتر هقول لك ايه، الفيديوهات كتير على القناه عن الصيام المتقطع عشان يبقى ناجح، شوفي الفيديوهات. وعايزه بقى اللي معايا لغايه اخر الفيديو، عايزه اقول لكم حاجه، انتوا بتقولوا لي عيدي الفيديوهات القديمه تاني. لا طبعا انا مش عايدها تاني، انا لما اعرف حاجه جديده هقولها، او لما يكون في تعليق زي ده مهم ان انا اعمل له فيديو هعمل له فيديو. لكن حضرتك اعملي انت بحث ودوري بنفسك على الفيديوهات، انا مش هعيد تاني اي فيديوهات قديمة، بس كده.